حقبة جديدة في حقبة جوك بيرك ديميرجي الذي بدأ في مسلسل التلفزيوني يمين. إذا كنتم ترغبون في دعمي فلا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو. لاعبة أوزجياجيز وجوك بيرك ديميرجي دور البطولة في الموسمين الأولين من المسلسل التلفزيوني الوعد الذي تم بثه على القناة السابعة. ومع ذلك تحولت صداقات الزوجين التي بدأت بعد ذلك إلى حب. الممثلان الذين استحوذوا على قلوب العديد من المشاهدين بشخصيتهما ريحان وآمير يرسمان صورة ثابتة في الحب وفي الحياة. احتفل جوك بيرك ديميرجي بالذكرى السنوية الثالثة لعلاقة حبه مع صديقته أوزجياجيز. مرت 3 سنوات على الزوجين وبدأ عهد جديد. لا يزال جوك بيرك ديميرجي يلعب الدور الرئيسي في المسلسل التلفزيوني يمين، وأيضا يقال بأنه وقع للموسم الخامس من القصة، لكن هذه كلها إشاعات فقد انتهى مسلسل الوعد في الموسم الرابع. تواصل أوزجياجيز مسيرتها المهنية بشخصيتها بشرى في المسلسل التلفزيوني بابا الذي بدأ على الشو تيفي. الممثلة الشابة التي هي في نفس المجموعة مع 2 من الأسماء الكبيرة والمشهورة مثل هالوك بيلجين وتولغا ساريتاش تلقت المديح من جمهورها لأدائها. احتفل جوك بيرك ديميرجي بعيده الثالث، ونشرت أوزجياجيز هي وجوك بيرك ديميرجي وضعياتهما الرومانسية معا، وكتبوا ملاحظة فيها: نحن على نفس المسار على مدار الفصول. أعربت أوزجياجيز عن حبها المستمر بهذه الكلمات. وكان من المتوقع تزوج الزوجان في صيف العام الماضي. أعطى جوك بيرك ديميرجي علامات الزواج ببيانه، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. ما رأيكم في هؤلاء الثنائي؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو، ودعاً.